علق المشهد السياسي في العراق مؤخراً على انسداد جديد بعد تعثر اجتماع مقرر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات وممثلي تحالف الإطار التنسيقي في بغداد، حيث كان من المقرر أن يبحث الاجتماع التوصل إلى تفاهمات حيال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة والتي يصر الصدر على إبعاد المالكي عنها، أمر دفع الأخير إلى كتابة تدوينة يشير مضمونها بأن يده ممدودة لتجاوز الخلافات، لكن الخلاف الشخصي مع الصدر كان سبباً بإبعاد المالكي عن تشكيلة الفريق الوزاري الجديد الذي ينوي الصدر تشكيله بالأغلبية. وفي هذا السياق جاء الرد من زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي وصف أغلبية زعيم الحنانة بالإقصاء والتهميش، كون الأخير عمل على ضم كل السنة وكل الكرد وجزء من الشيعة، مما اضطر العامري لأن يصف خطوات الصدر بالمؤامرة على وحدة الشيعة في العراق لتدخل البلاد بمنزلق أزمة جديدة، كون الخيمة الشيعية ترفض الالتئام حتى اللحظة رغم مباركة إيران وتحديدا محور الحرس الثوري للأغلبية الوطنية الصدرية. أما الإطار التنسيقي فمن جانبه اعتبر إصرار بعض الجهات على منصب رئاسة الوزراء وحكومة الأغلبية سيجعل العراق أمام عائق كبير في إشارة للصدر وتياره، مما يتوجب على الكتل السياسية إيجاد التوافقات والتوجه إلى العمل السياسي والبدء بتشكيل حكومة وطنية خدمة للصالح العام. أما إذا كانت هناك نوايا لتفتيت الإطار التنسيقي أو تشكيل حكومة بمعزل عنه، فأن الإطار سيتجه للمعارضة أو مقاطعة العملية السياسية دون تردد يذكر، وهذه معارضة واضحة لدوجهات إيران وقاآني التي لا تريد تفتيت البيت الشيعي في الوقت الراهن. وبحسب مصادر قالت لي ون نيوز أن الأزمة العراقية تتجه نحو تعقيد جديد بعد عودة الصدر إلى النجف بدون لقائه بقادة الإطار التنسيقي، مما يعزز الانسداد السياسي، كما أنه يدل على أن جميع القوى ترى في المالك العمود الفقري للإطار المعارض للتوجه الصدري صاحب الأغلبية الوطنية.